الكرة ممكن تحصل شوية شد وجذب أثناء المباراة، ولكن في نهاية المباراة زي ما حضراتكم شفتوا مش في أول التقرير، في نهاية التقرير. كابتن شريف، خليني أبدأ مع حضرتك، وحضرتك واحد من اللي عاصرته أجيال كثيرة جدا خلال الفترة السابقة، وعارف يعني إيه إعلام رياضي، أو منذ بداية الإعلام الرياضي وحضرتك شفت إيه اللي بيحصل. لو تشرح لنا إحنا إزاي وصلنا لهذه المرحلة من التعصب. خليني أبقى يعني لا، هي مش مسألة تعصب بس، هو انا ليا بس لقطه انت عجبتني طبعا بتاعت حسن شحاته والخطيب لما الايام احنا كنا وراحوا للجماهير وكل حاجه. تاني حاجه انا عايز اقول لك، انا وانا بلعب مباراه اهلي وزمالك زمان عمري ما خرجت عندي مشكله نتيجه يمين او شمال صالحهم او صالح الاهلي او الناس بتمتثل والناس بتمشي. حتى في الاعلام كان في ناس في الاعلام الرياضي الحقيقه قامات كبيره جدا، يعني كان في استاذ اسماعيل بقري في اورام، وكان في استاذ عباس لبيب، كان في المستكاوي طبعا الشيخ استاذ عبد المجيد نعمان، استاذ عبد المجيد كابتن احمد مكاوي، الناس دي كلهم كانوا واحده واحده. وكنت ناصف سليم عشان ما اقدرش طبعا اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عنها. ف النادي كلها كانت مهيئه الجو العام نفسه كمان بشكل محترم جدا، يعني انك انت كنت استحاله تشوف غير الوصف، ايوه، او تشوف غير الكلام عن فعلا اذا كان واحد طلع قال ولما الاهلي يلعب باسمه مصر مصر، ده ما كانش فيه الحته دي خالص، التهكم ولا البحث عن الحاجات اللي بيتكلموا عنها دلوقتي في السوشيال ميديا ترند. كل واحد دلوقتي عايز يتجاوز عشان يبقى ترند، عايز يجيب في حق الاخر عشان يبقى ترند، عايز الحكايه بقت تيك توك، ما بقتش الرياضه اللي احنا بنتكلم عنها والكلامات. فبقى اي حد دلوقتي عايز يبقى له وجود او اي حاجه، يا النبره تطلع، يا التجاوز يطلع، يا ما بيبحثش لنفسه ازاي الافضل بقى الافضل. يعني ازاي الناس اللي هي عندها اداره وتخطيط هي اللي بتنجح، والناس اللي بتشتغل. كابتن، الاعلام الرياضي من امتى وهو بادئ، او بدا امتى الاعلام الرياضي؟ الاعلام الرياضي يعني هل ايامكم كان في مش من بعيد قوي، يعني الكلام ده من 10 سنين ولا حاجه؟ من 50 سنه. انا لما كنت اصحى الصبح ما الاقيش اسمي في الجرايد كنت اقول ان انا مش كويس، انا حاولت انا خارج مستوايا، يعني انا حاولت كان الاعلام الرياضي بيدينا كلنا حقنا وزياده الحقيقه، على حسب وجودك، على حسب انجازاتك، على وكنا احسن اصحابنا كلنا، والله زي ما بقول لك كده، جميع الانديه اصحابنا خاصه نادي الزمالك، يعني لحد النهارده الحقيقه، لحد النهارده بنصبح على بعض ونطمن على بعض وصحه بعض. كابتن ابو رجيل اول واحد بيطمن علينا كلنا، كابتن خواجه كل يوم انا معاه، ومحمد صلاح لسه انا مكلمه من اسبوع عايز ايه وخفه دم، وبنطمن على بعض بنسمع اي حاجه. ما كانش فيه اللي موجود دلوقتي ده، لان الحكايه عليت يا اسلام. صح، الحكايه عليت. اشرف، عايز اسالك لانه ده سؤال مهم جدا، ليه الحكايه عليت؟ ليه هل الناس كلها دلوقتي بدات تنظر الى الترند فقط؟ هو الترند دلوقتي ان انا اطلع اتكلم عن الزمالك مثلا، او عن بيراميدز، او عن كذا بطريقه سيئه علشان انجح وعشان الناس تقعد تتفرج عليا؟